babies, welcome back to my channel again. So صراحه فيديو اليوم ما كنت ابدا مخطاله. طبعا وصلتني اعراض من المغرب البارح وما فتحتها ابدا صراحه. جبت المقص وهلا كنت راح افتحها مثل ما شفتوا فتحت اوريدي هذا البوكس الصغنون، فقلت واي نوت لحد اشارك معكم هالاشياء. صراحه والله ما عندي ولا فكره شو في انسايد، لانه نحن عاده ماما وبابا بيزورنا كل شهر. اوكي كل شهر بيبعثوا لنا يعني اشياء من المغرب، في مرات يعني نحن اللي بنطلب شغلات وفي مرات هما يعني بيجيبوا لنا اغراض بدون ما نطلبها. على العموم راح اورجيكم. نو مسكين نو 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 ستوب. سو حطيت مسكين في الجامبر تبعها لانه كان شوي وراح تكسر الكاميرا. هذه معاناة الام اليوتيوبر. على العموم شو اسمه هالايام صارت نوتي لانه مريضه، لساتها مريضه باي ذا واي، لسه ما شلنا عليها هذاك الستيكر حتى نشوف كيف صارح الجرح. فهالايام واخده راحتها وانا عم امن مروه لا تتعصبي. كمان شي زي مثل ما قلت لكم عندي اغراض، ما عندي ولا فكره شو زعما شو هون، بس انا عندي فكره شو هون لانه هالاغراض هي اللي اشتريتها انا لما كنت مسافره. طبعا ما اشتريت كذا شغلات لانه بصراحه اول مره في تاريخ مروه لما تسافر ما تشتري كثير، لانه حبيت كثير استمتع خصوصا لما تكون مدينه يعني شو اسمها كثير ارتستيك يعني فنيه الى اخره الى اخره، فبحب استمتع بوقتي عوض اني اشتري. فعاده انا بس اشتري 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 اشتري, اشتري وانسى الوقت. فانا لا شو اسمه هولندا وبلجيكا بالخصوص شي تشاتشم يعني ما بعرف شو راح كيف راح اقوله بالعربيه، يعني مدينه حبيتها كثير انه مدينه فنيه. على العموم اذا كان بدكم احكي لكم على هولندا وكيف سافرت الاوراق اللي محتاجه لحتى يمكن تسافروا خصوصا البنات اللي متزوجين يعني اجانب ولا عرب ولا 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 يعني بصفه عامه عند ازواجهم جنسيه اوروبيه بريتش يعني انجليزيه وحابين يسافروا ما عارفين وما عندهم ولا فكره، فاكتبوا لي بالكومنت لحتى اسوي لكم فيديو من هالنوع اشرح لكم على كاع الديتيلز اذا كنتوا انترستد. فعلى العموم خليني بلش الفيديو. طبعا اول شيء هون مكتوب عليه اوريدي في شفت شيء مكتوب هو غطاء طواجن. يعني في هون اكيد راح يكون طواجن. اول شيء شوفوا في كيس مغربي تبع الحمام، هذا ضروري جدا جدا صراحه، صار لي زمان ما اخذت شاور مغربي. في اثنين هذا مسكين شالته، وفي الحب تبع الاولاني والاخير هذا. طبعا احنا بالمغرب بس البنات المغاربه لا راح يعرفوا بنقول له شانيل تبع المغرب. هذا عكر فاسي ولا كل واحد بيسمي على حسب منطقته. هذا عكر شوفوا فيه طبعا هو من قبل كان بس هذا اخضر، ومع الوقت صاروا بيصنعوا فيه زعما باكاجين ديفرنت باكاجين بالوان متعدده، بس الداخل رغم انه هو يعني شوفوا مثلا هون في البينك ولا الوردي وهون اخضر، بس هو ما نوع يعني ليبستيك اخضر ولا وردي، لا هو بس احمر خفيف يعني فيكم فينا نقول يعني وردي، بيعطيك افكت ناتشورال يعني شو كمر مروه صافي خلاص نسيت العربيه اكيد، يعني بيعطيك ما بعرف يعني كانه طبيعي كانك ماناك حاطه ليبستيك ولا ميك اب ولا شيء. هادو كان زمان كانوا بيسووه كان طبعا الميك اب الواحد لانه من المغرب از ليبستيك وبيحطوا بس كحل، فانا كثير مره بموت فيه. واول اول 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 شيء يعني حطيته بوشي كان هذا، انا كثير بحبه ما بعرف، وثمنه مره رخيص مره 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 رخيص، انا بموت فيه موت موت فيه. هي كانت ها بس هو كثير حلو وبيضل 24 ساعة. يا كما قلت لكم هذا الشيء انا بعرف شو هو تبع الصلاة، بس ماما ورجتني اياه قبل ما يعني يوصلني. صراحة ما حبيته لانه انا كنت حابة هذوك تبع، انا بحب يعني هذوك تبع الصلاة يكونوا مو هذا التوب الخشن، بحب هذاك التوب الرطب، وكمان بحب اللي يكونوا فيهم يعني لون بارد مو لون غامق يعني مثل الزهري ولا الازرق الفاتح.
ولا فيه ورود، فانا هذا صراحه ما حبيته. ومره كبير لانه ورجتني اياه وقالت لي راح اغير لك اياه، فقلت لها مانيك محتاجه لانه هذا ثاني واحد تسوي لي اياه وما ما يعني ما حبيته، فقلت لها اتس اوكي. في هذا تبع الطاجين ناري ام سو هابي اي نو، لانه ماما دائما تقول لي راح ابعث لك طاجين صغير، بقول لها نو نيد لانه في عندي كبار، بس كنت صراحه محتاجه طاجين انه سامتايمز يعني بشتهي نسوي الطاجين، بس يعني لما مريوان يكون بالشغله ما بكون انا بس انا ومزقي، بس لانه مره كبير بقول اتس اوكي. وانا طبعا مسوي الغداء لحاله والعشاء لحاله، مريوان في شغلات ما بياكلها الى اخره. فالعموم خليني نكمل. فالبنات اذا كنتوا عارفين مكان هون بريطانيا بيبيعوا هذوك تبع السلطه، صراحه ما بعرف اسمهم، بس بليز نصحوني واكتبوا لي بالكومنت ولا ابعثوا لي بالانستغرام، يعني عن جد محتاجه يعني من هلا كثير محتاجه. طبعا من اسمه جابت واحد من كوردستان كان مره حلو. احنا في المغرب ما عندنا هالاشياء كثير بتنباع، فغالبا انت بتسوي لانك ماما تسوي يعني خياطه لي. او ماي جاد، طبعا شوفوا هذه الصينيه قديمة عندنا بالبيت، مرة قديمة، بظن إنها أكبر مني ودائما بحبها. وكانت يعني واحدة من رجولة يعني طاحت، وكانوا يعني بظن إنه من زمان يعني من زمان من زمان كانوا بدهم يرميوها، وقلت لهم نو تشيز وحطيتها في الفوق تبع البيت، وقلت لهم ولا واحد يعني يلمسها، كنت كتير بحبها، بس بظن إنه يعني شوفوا حطوا يمكن رجل ما بعرف، بظن انه هذه اللي كانت هذا. وكانت مره قديمه، شوفوا صارت يعني حلوه بتلمع. طبعا هذه كثير بحبها ما بعرف ليش، اذا كنتم مثلي قولوا لي، انا بحب الاشياء القديمه وما بحب استغني عنها. طبعا هذه بموت فيها بتنقسم ما ادري هذه شي ميد مي هابي. او ماي جاد شوفوا. طبعا انا مستحيل استغني على هذا النوع من المشط، في عندي هذوك المشط الطويل، بس هذاك I brush my hair بس اذا كنت عامله ستريت هير ولا، اما هذا مثل ما بنقول نحن مغاربه كيبرد لي القلب. هادو انا مره بحب هذا وواعري صراحه اميزين بموت بهالمشط. طبعا شوفوا اخذوا لي باكيت فيه كثير لسه في عندي. واسمان اسمها كم يوم عطتني أربعة ولا ثلاثة ماني متذكرة اكزاكتلي، فكتير بحبهم. واو ذيس از او ماي جاد ذيس از سو بيوتيفول. شوفوا طبعا هذا باكي تبع فيه ماء ورد صابون، شو هذا فازلين الورد، حنة بظن انه هذه حنة، أرجان حروة خر ما بعرف. شوفوا هذه كتير حلوة الباكاجين، شوفوا عليها وردة كمان so beautiful. مين فيكم بيحب هالأشياء؟ أنا مرة بموت. طبعا في أشياء ما بستخدمها لأنه وشي حساس، بس حب يعني أرجان ضروري قبل ما أنام بحط أرجان. طبعا ورد هذا بنات لازم كل واحدة سواء كنت مغربية ولا مش مغربية يكون عندك ماء ورد. ماء ورد شيء مهم مهم مهم، لسه عندي دائما بحطه، وعندي كمان داك سبراي اللي بشتري بس بالفارماسي، بس كمان ماء الورد حلو. هذا ماء بروح الورد، يلا والله العظيم كنت بدي اقول لكم انه المكان اللي مشهور عندنا فيه ماء الورد هي قلعه مكونه، ودرت الباكاجين مكتوبه مكونه، يعني كثير معروف انه قلعه مكونه بظن انه موجوده بورزازات، معروفه في كثير ورد وفي كثير يعني معروفين بالورد. فثانك يو سو ماتش ناري شوفوا لسه بشوف بالورد وبشوف هذا الفنادق، انا حبي هذا كثير بحبه. اي ميسج يعني صار لي زمان ما حطيته. شو ذس از فور ميزكي. خلونا نفتح ميزكي، ذس از فور يو. فيها برده. ايناس قالت لي بعثت شي لميزكي، بظن انه هذا. طبعا شوفوا الناس كل مره بتبعث الميزقين شيء، مره دبدوب مره اكسسوارات شعر، كل مره كل مره كل مره. طبعا بعثت لها هذا
هذا تبع الشعر فيه ميني ماوس، وهادو انا في عندي من هادو. طبعا شوفوا بنات اللي عندكم شعر الكري من الافضل انكم ما تجمعوا، اذا بدكم تربطوا شعركم ما تربطوهم بهادو، من الافضل تربطوهم بهالنوع لانه شعركم كيرلي دغري بيشد يشد باي شيء، ومن احسن هادو. هادو كتير يعني ما بيجروا شعراتكم، فهمتوا كيف؟ فبعثت لها هادي كمان، سو كيوت اي لاف ات، اكيد راح لبسها اياهم. هادي كمان شوف هاد القلوب فيتو اثنين، وهادو صفطت لها كتير، شوفوا بعثت لها يعني. واو ثانك يو سو ماتش ايناس، ثانك يو ميس جاي. فخليني اكمل. شو هذا؟ بظن هذا كمون، يا هذا هذا تبع العطرية يعني توابل، كمون ما بعرف شو تسموه احنا بنحطه غالبا كذا شغلات، بس سير البيض المغربي بنحط فيه كمون وملح. يس ثانك يو سو ماتش فور ذات. طبعا شوفوا بنات اللي عايشين بريطانيا اكيد راح يعانوا، وعندهم اولاد راح يعانوا نفس المشكله مني انا. هون بريطانيا اذا ولدكم ولا بنتكم مريضه ما بيعطوكم الدواء بسهوله، طبعا مو بس الاطفال كمان الكبار، فكتير كومبليكيتد. انا لقيت مشكل كبير هون، فمن الافضل صراحه من يوم ما اجيت عم يجيب معي هادو. اوكي غسول مغربي يا غسول، طبعا هذا غسول كاتبين في غسول الشرفة الاخضر. طبعا الغسول بيستخدم للوجه للشعر للذات كل شيء كوسيلة تجميل عندنا بالمغرب، مثل ماء الورد ارقاد الى اخره الى اخره. هذا فيكم تستخدموه كماسك مع ماء الورد ولا ماء عادي ولا 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 وفيكم تستخدموه لشعراتكم. طبعا انا بتذكر انه كانت ما ادري واش اسماء ولا صفا، واحده من اخواتي كانوا بيستخدموه كثير، بظن انه صفا كانت زمانها بتستخدم هذا كثير. انا ما كنت صراحه بستخدمه لشعري، استخدمته بظن مره ولا مرتين، بيخلي شعري جاف، وانا اوريدي شعري جاف، فهمتوا كيف؟ مو جاف 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 صراحه، انا خليت بس يعني جاف اكثر. فاللي شعره جاف تجنبي تحطي هذا، انا بحكي على تجربتي، يمكن وحده ثانيه نفع معها، بس انا ما حبيته يعني على الشعر، بس على البشره ياي. طبعا بعثوا لنا اثنين، بظن واحد لإلي واحد لاسماء فور شور. كمان بعثوا لها اسماء كتبها تبع الدراسه لانه محتاجتهم هالايام. شو خلينا يا الله. اوه ذيس از سو بيرفكت. بعرف شو هادو تبع اتاي. طبعا شفتوا هذيك الصينيه، عادة خصوصا المغاربة في الصحراء بنحط هذه صينية وهادو فوق منها، وكل واحد بيكون لشيء معين. بظن يا ربي ما نكون يعني ستوبيد، بظن انه هادو تبع يا مشور كمان مروة. تعرفوا ليش؟ لانه شفت هذه الكبيرة وخفت، قلت يمكن هادو تبع الحمام. لا لا بظن انه هادو هيك بنحط النعناع والسكر والشاي المغربي وما بعرف هون شو عم يحطوا صراحة. وفي فيهم يعني أغطية تبعهم ما بعرف وينهم، إذا جابوهم ولا ما جابوهمش. ومثل ما شفتوا في different size يعني أحجام متعددة، بظن إنه هذه الكبيرة تبع الشاي يعني شاي 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 ورق، والصغيرة بظن إنه تبع ما بعرف والله ما بعرف. المهم هادو غالبا يا يعني أنا متأكدة إنهم بيحطوهم بيكون في الصالون المغربي ويجا الضيوف ولا أي وقت. طبعا ناس صحراء بيستخدمون بدون ضيوف، بس ناس العاديين غالبا بيستخدمون بس إذا جاهم ضيوف، وإذا كانوا هم بس بالبيت بيستخدموا يعني براد عادي جدا. هذه بظن مبخرة يعني تبع البخرة تبع البخور، شوفوها حلو الصراحة، شفتوا هيك يعني بشعر ولا إيش. شوف شو هون، هاي 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 هاي. اوه هذه حنة وهذه حنة، انا متاكده هذو لا الي ولا اسماء. طبعا هم دائما بيبعتوا الاثنين اثنين، اذا ما بعتوا اثنين راح نضرب ونتخاصم، هاي لا الي وهي مو لا الي. على بالكم انا واسماء دائما محبين، ترى شوفوا
أسماء بظن إنه هي أقرب يعني أخت لإلي، إنه بنشارك كذا أشياء يعني مثل صديقات، بس في نفس الوقت أكثر الوحدين من الدار. طبعاً عندي ثلاث علب تبع الحنة، الله الحنة الحنة بموت بموت بإني أدهن الحنة بالجسم. طبعاً إحنا المغاربة نستخدم الحنة بالشعر وبالجسم كله كله كله، في ناس كتار بيستغربوا من هذا الشيء، بس ما تخافوا ما بدها الحنة، بس تكبوا الماء تغسلوا دايتكم بتروح. فنحنا كتير 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 أنا بموت بالحنة. يس مام شفتوا قليل مو مثل هذاك الطويل اللي عندي أنا، بظن أنه هذا قوي، بظن أنه هذا يعني هذاك strong one. شوف في كمان علب، هذول هذا الصابون البلدي المغربي، طبعا غني عن التعريف. أريدي في مرة سويت لكم روتين تبع الحمام المغربي، راح أحط لكم في صندوق الوصف، اللي ما شافوه روح يشوفوا. هذا والله ما بعرف شو هذا. اوكي هذه خليط فيه، بشوف انه فيه ورد، فيه ورد طبعا، ما بعرف شو من غير الورد اللي فيه. طبعا هذا خليط اكيد، هذا بيكون شيء بتدهنه ولا الدات ولا شيء معين، راح اسال ماما من بعد. هذا بظن نفس الشيء، طبعا نفس الشيء. شو هذا؟ او ماي جاد، هذه صورة تبع ماي جرامامي. مي توحشتك. هذه اما لماما طبعا، ثلاث صور. اما لماما هي شو اسمه، يعني من يوم ما يعني دائما هي تقريبا عايشة معنا اكثر شيء، وسواء انا ولا اخواتي، سواء اخي ولا اخواتي البنات، بنعتبرها يعني مثل ماما الثانيه، فهمتوا كيف؟ لانه مرة قريبة لنا، و she's a very good woman. بس ولا هذا تبع اسماء اللي هذا شفته، انا فهمت شو هذا لما شفته من زاي. هادو اللي بتحطوهم تحت الحجاب فيهم، شوف هذا طاجين اجين. طبعا هادو ايه شفتوا، هادو هما الاغطيه تبعها، تن هذا تبع الصغيره. ويت راح ورجيكم، هاي هو شفتوا. تذكرت اسمها، بنسميها الربيع. طبعا انا وعيلتي، ما بعرف انتوا كلمة دينا، لانه نحن بالمغرب كل حدا عنده يعني بيستخدم مصطلحات معينة، وعنده يعني اخاوي لاشياء مختلفة عني. شوفوا هاي، شفتوا شكلها؟ اوف شكلها كيف كيوت، طبعا مرة كيوت ومرة حلو. أوه. شو كمان هذا الطاجين الكبير، طبعا انا صرت كلي طواجين. مين بيموت بهذا؟ كنا مذكر انه كان بابا لما بيشتري شيء بنتضارب على هذا الشيء، مين راح ياخذ الحصه الكبيره ويلعب بها، وخصوصا اختي طبعا كانت مره بتموت بهذا الشيء. في زيتون اخضر، موت في الزيتون الاخضر، موت ماريوان مره بيحب الزيتون اخضر اسود، المهم لازم يكون زيتون مغربي. Wherever we go ناكل زيتون، بيقول لي ما في اطيب من الزيتون المغربي، وعن جد ما في، اذا ما جربتوا الزيتون المغربي لازم تجربوا. سو يومي بعشقه عشقي حبي زيت زيت زيتون. طبعا انا راح تستغربوا ليش موجوده بهذا النوع تبع الباكاجين، انها زيت طبيعية. شو كمان هذا؟ The Brixel Corner، هذا اشتريته من محل اسمه The Brixel Corner، يعني ما بعرف منطقة بريكسل، شو ترجمة علمه whatever. هذا موجود في العاصمة، بيبيعوا يعني سوفينير، يعني أشياء للذكرى تشتروها حتى تتذكروا بريكسل ولا هنا بلجيكا بصفة عامة. فحوريكم شو أخذ. خلوا هذا باكاجين تبع هذا الكوب. هذا طبعا شوفوا انا wherever I go يعني لاي بلد بسافر، بحب اشتري كوب كذكرى، وبحب اشتري هذوك اللي بيتعلقوا بالتمر.
تحس انه شيء راح يضل كل يعني forever ودائما راح تشوفوه وتتذكروه. فهمتوا كيف؟ فيا شوفوا كثير حلو الباكجين اول شيء شوفوا، وكمان حلو هذا طريقه التغليف يعني بتحسوها فينتج وحلوه مره، وفي ستيكرز هون في اسم. طبعا هذا المحل بيبيعوا كل شيء، اوريدي صورت لكم فلوج هناك شوي مكتوب هلا بريكسل غران بلاس. طبعا بريكسل هي العاصمه تبع بلجيكا، وغران بلاس في عنده مساحه كبيره بيسموه غران بلاس. غران بلاس هي بالفرنسي ومعناتها يعني المكان الكبير، وهي ساحه كبيره وفيها مآثر تاريخيه وفنيه يعني عندها قصه يعني هيستوري، وهذا الشيء اللي شدني كثير المدينه وحبيته. وهون شوي رسمه مثل يعني الشيء اللي موجود بهذيك الغران بلاس، يعني نبضه شوي على المكان اللي اخذت. هادو اذا كنتوا بتعرفوهم، هادو اللي بيتحطوا فوقهم الاكواب تبع الشاي، مثل مثلا هذا تحطها، وعاده بيكونوا من الخشب ولا من الحجر، بس هادو كانوا من البلاستيك. طبعا موجودين بالبلاستيك بس عاده اكثر شيء بالخشب، وحاولت اخذهم على اشكال يعني الاشياء المعروفه بها بريكسل ولا هولندا بلجيكا. سوري عم نقول بهولندا بلجيكا لانه رحت لهولندا وبلجيكا فعم ترخبط، اوريدي بلجيكا وهولندا يعني قراب وعندهم نفس الشيء. فهمتوا كيف؟ عندهم يعني اشياء مشتركه كثيره، مثل يعني الدرجات الهوائيه، مثل التشورو، مثل هذا اللي بيسموهما شو بيسموه هذا لي غوفر اللي هما بالفرنسي لي غوفر. وكمان هما تلاقوا يعني بلجيكيين هولنديين بيحكوا فرنسي وانجليزي وكمان لغتهم الخاصه. فشوفوا هذا الوافلز اللي بالانجليزي ولا بالفرنسي اسمه لي غوفر، هادو كثير معروفين بلجيكا وهولندا كمان بس بلجيكا كثير. فاخذت هذه على هذا الشكل، وهذه اخذتها مكتوب عليها بريكسل يعني بريكسل بالفرنسي ولا بريكسل بالانجليزي ولا بريسل، كل واحد يعني على حسب لغتكم. واخذت هذا بلجيوم ميد، بلجيوم ميد اللي هي البطاطا المقليه ولا الفريت كما نقولوا الفرنسيه ولا المغاربه. شفتوا لانه كثير معروف الفريت تبعها، طبعا حبيتها بس ما نشي او ماي جاد يعني مره لذيذ. يعني احنا في المغرب عندنا نفس الشيء ونفس المذاق، بظن انه بس كبروا الموضوع وعطوها قيمه اكثر من اللازم، لانه انا بصراحه لقيتها شيء عادي جدا وعادي يعني طعمها حلو ياس، بدنا ما مستاهله الضجه كلها اللي بيحكوا عليها. وهذا هو ماي فافوريت وان، هذا الطفل اللي عم يبول. طبعا هذا القصه راه قلت لكم، خبرت لكم القصه بالفلوج، فاللي ما حضر الفلوج روحوا شوفوا الفلوج تبع العاصمه اللي هي بريكسل، وراح تعرفوا قصه وراء هذا الطفل اللي عامل ضجه بالعالم، ويعتبر يعني من الاشياء التاريخيه والفنيه لبلجيكا. طبعا شوفوا الباكاجين مره حلو، مره 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 حلو. اخذت هذا كمان راح اعلقها بالثلاجه تبع الطفل يعمل بيبي اجين. انا حبيته، وعليها الرايه يعني الوان الرايه تبع بريكسل تبع بلجيكا سوري. وهذه كمان تبع، وهذه كمان ومن شو اسمه من هولندا. اخذت هذا الكوب كمان، رغم انه صراحه ما ضلينا كثير بهولندا بس اكيد ان شاء الله راح نرجع ان شاء الله. اخذت هذا الكوب شوفوا عليه بايكل، كاتبين هون الهيستوري تبع القصه وراء البايكل، يعني انه هولندا فيها اكثر من 900,000 دراجة هوائية، تصدقوا ولا لا؟ و 63% of the capital inhabitants are using their vehicle every day and و 63% من سكان يعني أمس هولندا بيستخدموا يعني البايكل كوسيلة نقل يومية، ورسمها من نافذة بيته.
فلوحة كتير معروفة، وانتم بتعرفوا انه انا كتير بحب الجوارب، فاكيد لازم اروح اخذ. طبعا هذا المحل ما خلاني اصور اشياء، راح صورت بس مقطع صغير من هناك. اخذت هذه تبع الثلاجة كمان، كتير حلوة بصراحة، فيها امستردام وفيها كل الاشياء اللي معروفة بها امستردام، هذاك الوادي لانه امستردام معروفة بالواد، و فيها البايكالز وفيها دوك البدايات الملونة اللي عندهم معروفة. دي لأسماء أختي مريم اللي اختارها، صديقتنا شفتوا لأنه شاني بتحب له قلم الرصاص كتير حلو. أنا مظن إنه بنات راح تموتون في هذا، في تاج الملكة ومكتوب عليه أمستردام. صراحة كنت سو ستوبيد لأنه ما جبت لأسماء منه. كمان اخذت شوكولات من بلجيكا لانه مثل ما عرفتكم بلجيكا هي احسن شوكولات في العالم. اخذت هذا كمان مختلف، ولد اللي بيبول اجين. اخذت متنوعين من تبع القهوه، اخذت تبع الميلك الحليب، اخذت كذا شغلات. شفتوا هذه المتر شوكولاتير دوبوي 1913، من 1913 يعني هذا البراند. وحبيت شارك معكم شي جبت لي اختي ياكا جيفت بمناسبة السنة الجديدة من هذا البراند، جبت ليها من مانشستر لانه هي احتفلت براس السنة هي وزوجها بمانشستر. انا طبعا هذا شفته من قماش وحبيته كتير كتير كتير. خاتم على شكل شو اسمه كوبرا، يعني بيقولوا لها كوبرا. شفته قولوا لي شو رايكم، حبيته. ثانك يو اسماء. وكمان جابت لي هذا هذا ساك صغنو، شفته حلو صراحه. طبعا هذه كانت نهاية الفيديو تبعنا، شكرا كثير لأي واحد حضر الفيديو للآخر. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لكن انتوا جداد بالقناة. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك وتعملوا لي كومنت حتى تشجعوني نسوي من الفيديوهات أكثر. وإذا كنتوا حابين هالنوع من الفيديوهات فقولوا لي، لأنه صراحة أنا من النوع اللي ما بحب هالنوع من الفيديوهات، بس أنكم تحبوا هالنوع من الفيديوهات وحبيت أشارك معكم هذا الشيء. على العموم إذا كنتوا يعني حبيتوا هالفيديو وصلوا لأكثر لايكات ممكن، كمان كتبوا لي بالكومنت لحتى أسوي لكم الفيديوهات أكثر وأكثر. وشكرا لكم، حضرت جاي. با 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 با.